كندويو على القومية واللغة العربية ومش العربية والوطنية والتأمين والإصلاح الزراعي والتوحيد تخرج ديال شحال كلها هادي 60 عام وحنا كنهضرو بديك الشعارات. عرفت شنو الشعار؟ هادي 70 عام دابا الشعار واحد الإنسان كيعرف يجمع الكلمات بيناتهم ولكن كيديرهم بالموسيقى. انت ملي كتسمع كتسمع الموسيقى وكتخدم كتمشي مع الموسيقى اما الكلام كاع ما كتديها في الكلام خاوي. هذوك هما الشعارات ديك الوقيته. ديك الوقيته 56 55 52 كانوا ما تيجتمعوا باش كيهيئوا هذه الثوره الرقميه. وهذوك اللي جابوا لنا استقلال وكانوا حاسبوا راسهم شي حاجه الدنيا ولا كيفكروا ولا غادي يخرجوا لهم التخلف وكاع ما كانوا عارفين حتى كاع مقشوها. هذه هي المشكله تاعنا. هذه المشكله تاعنا كان العالم المتحدث قال العرب مع الاسف ديك الوقيته. وتصوروا تصوروا انه هاد الناس هادو المركز ديالهم هي ستيت ديبارتمون هي وزاره الخارجيه الامريكيه. انا بحال اللي قال لكم الاخ من بعد 2011 فهمنا بان الولايات المتحده ان استعمرت العالم العربي مسيطره على البترول اللي كنشريوها ب 10 دراهم في حين انه كيشريوها من السعوديه ومن ايران ومن العراق ما بين درهم جوج درهم على حسب الجو كنطبق الثمن ديال البترول. هو ديجا قولوا درهم ونص باش ما نبلغوش احيانا كيكون كم درهم ولكن حنا كنخلصوا ب 10 درهم باش تعرفوا كاين شي حاجه كاين شي حاجه في الطريق. سيطروا على العالم العربي على افريقيا اسيا حديت ولا حرار ديك باكستان بنغلاديش وافغانستان ديجا حتى شي قاعد تسول في ديك الشيء ما عارفين غادي يبان. وفعلا كنحسوا بانه الدول بحال سوريا بحال العراق اللي حضاره ما عرفوش شنو الحضاره بمعنى الكلمه الشام راه ماشي خرافات شحال الشام راه حضاره مثقفين وصحاح صح وصحاح بزاف وفي فلسطيني ثقافه وثقافه صحيحه تقريبا كنحسوا غادي القرون الوسطى غادي القرون الوسطى نستعملوا معهم لا النووي لا السلاح لا والو نستعملوا معهم ما يسمى ب واسأل منصة التواصل الاجتماعي لأن الإنسان هو الإنسان ما كاينش فينا اللي كيحمل الضر ما كاينش فينا اللي كاينش كاين الصبر نسكت نخاف نتخبع نهرب ولكن في قلبي ضمني كنتمنى نشوفك تحت الأرض ما في عندي نقاش في القضية دي. وبالتالي ملي كتعطي النوع ديال الوسائل للشعوب واش كتنتظروا بأن هاد الشعوب غادي تغني لك العام زين؟ ممكناش نقول لك نعم سيدي تلك الوسائل. الوسائل كانت تستعمل بإباحية بصفة مطلقة بحرية وما كيراقبك حد وما خلقوها خلقوا الشبكة باش ما يراقبها حتى واحد وما كيراقبوا كل شيء. هذا يمكن نكونوا نقاش واحد آخر ما كيهمناش حنا كمغاربة ولا كعرب. كل واحد فينا رافد معاه في جيبو البيع ديالو 16 أسكو 16 أسكو أنا كنخدم بهذا وهذا راه بيا ونص. انتوما كتخدموا شي حاجه فيها 100 بيا تقريبا 13 اصلا هادي اللي كاين. الحكام كيسيبوا كيما شي يديروا باش باش يتسيطروا على الميكانيزم على الاله هما كيخلقوا شي حاجه جديده. احنا غاديين احنا غاديين احنا غاديين احنا غاديين احنا غاديين. فشنيا الواقع وشنو القانون ما بين فيما يخص التواصل الاجتماعي او نقولوا الصحافه الالكترونيه. نقولوا احنا في الفكر ربما ديالكم كنتم تتكلموا على الصحافه الالكترونيه. واقع شيء والقانون شيء واحد اخر. قانون انا نجمع لكم بجمله واحده حريه خدمات الصحافه الالكترونيه مكفوله ومضمونه. فين ما نعرف انا كنبغي نقول لكم الواقع. قال لكم الاخ عبد الصادق البشتاوي قالوا لي درتي 114 تدوينه في الفيسبوك. دابا في الفيسبوك هذه منصه التواصل الاجتماعي ما فيها لا جريده لا والو 114 داروا الوراقه خدمت مع الانفصاليين وبغيت نجيب القناه في المغرب ودخلت الدنوكات من باب سته وراه راه في الحبس بلاش مبلغ انا ما كنديرش على الملفات ديال الايراد هذاك حديت ولا حرج حديت ولا حرج وإذا درتي جب يدير الاشاده بالارهاب
عامين قال الحبس طاش راسك هذه هضره جوج هضره جوج داك انت امام الحاسوب ديالك كوني ما الاستاذ مرضك او لا عندك شي مشكله مع جارك او لا مع الوالده مع الوليد وشفتي شي واحد ما دارش شي لعبه ولا شحال دزتي شاد انا تم طايره لك طق عامين قال 16 نص انت اللي كاين اليوم هذا 114 قالوا له بغيت تدخل بابات على باب سبتها تصوروا والقاضي قال لي كاين حجات وادله كافيه باش عندي واحد 3 سنين ديال الحبس ثلاث الفهم كنبقاو بلاتي نحللو حنا ما تحلل ما تصدعش راسك ما عندك ما تحلل في المغرب هذاك ما عندك ما تحلل في المغرب حللت تشبع غتخرج الزنقة تمشي للحبس غتشوف فيسبوك غتمشي للحبس غتدخل شي حزب اما غادير شي وكلا بشي ماشي غير ربما ما تمشيش للحبس كانت حاجة عندنا غادي تخفي سيد ربي هكا الاخيرة اللهم كيفاش غنفسر لكم بقات لينا حاجة واحدة هي المقاطعة وما ما عندكمش شي سنين وحدة في دارك جاب المضروب إلي شفت الحليب ديال البقرة ديال الوالدة صافي ديك فرقية كاع بلا توصل ليها واخا تاسك بفرقية وخلينا نشوفوا واش يمكن نديروا شي حاجة أخرى الدولة بعدو فهمتي مع مرجان ولا ماكدونالد حنا غادي ما عندناش شي طريقة واحدة أخرى وأنا نستعمل هاد الآلية هادي راهي تما يخرج واحد القانون يعني يقول لك في دار تبتي دير الشعبي ديال المقاطعة راك أنت كتنظم بغرض أنك تزعزع الاقتصاد والاستقرار ديال المغرب ويصيفطوا شي 1000 هنا 21 عام والمقاطعة ديال الزنا هادي يمكن الأمور واضحة دابا فعلا قبل انطلاقا نرجعوا دابا للصحافه انطلاقا انه الصحافه هي ضروريه السلطه الرابعه هي اللي كتخبر الناس اللي كتقول لك شنو كاين شنو ما كاينش اللي كتكون الراي العام ما يمكنش نعيشوا بلا ما يكون عندنا واحد الرؤيه موحده ما يمكنش هذه راه ناكلوا بعضياتنا تروح كيشرق واحد كيغرب دارك نخوروا ما تبقى حياه خصنا نطرح النمط كنشوف فيه هذا النمط كديروا بروباغندا بعد كذلك سميتها وزارة الأخبار بعد كذلك سميتها وزارة الاتصال كيبدلوا لها سميتها وكان الغرض ديالها واحد هو أنه نمشيو في واحد النهار كي وحدنا باش نعرفوا راسنا في كنحطي رجلينا وكيفاش كنفكروا ودي باش تكون الأمور واضحة هذا هو الدور ديال هذا الشيء كاين الصحافة ملي خرجت الشيء ديال الرقمي فلتت المراقبة انت كتبغي تكون المغربي هكا واحد النمط واحد واحد المول واحد القز ديال المصاوبات بحال اللي كنصابو الحلوى ديال العيد وهذوك ديال الغار كيعوجوا لك العجينه او ديك المول يقول لك المول الغربي ديك القالب وكتخرج لهم هكا وهذا كان ثاني ما كيتفدلوا الرئيس ولا كتبقى شي انقلاب ولا شي حاجه لا شي فوضى ثاني كنرجعوا بغيت نتفاهموا مع بعضياتنا نديروا قلم موحد واخيرا على كل حال بما انه كاين مصالح القالب ديال هذاك اللي كيحكمنا هو اللي كيبقى والاخر كيمشي بداو كيخرجوا الصحافه الالكترونيه اللي بغى يدير جريده كيمشي كيدير واحد لاباج ديالو ما كان ديالو الموقع ديالو كيبدا يلا سرسر في الاخبار تحليل تصاور وبما انهم مخرب بغيت يعبروا على مشكلتهم لان عندهم مشاكل وبما ان الله سبحانه وتعالى خلقنا انه اذا سكتنا على المشاكل ديالنا غنموتوا بالطاعون وبما ان حتى واحد فينا ما بغى يموت بالطاعون لانه شي مشكله كيخويها وكيمشي لديك الصحافه الالكترونيه وكيعبر ولا كيخبرها باش كيخرج باش ما يمرضش باش ما يتسطلش باش ما يموتش بالفقر هذه الدنيا هكا خلقها سيد ربي وهذه دا الحاكم العربي وانا المصالح الغربيه ما يمكن نبدلوها خرجت بزاف ديال الصحافه الالكترونيه ومن بعد بدلوها قال لك غادي نديروا لها التقنين داروا القانون وقال لك الصحافة هي الصحافة المكتوبة والمرئية وهذيك ديال الإلكترونية الرقمية حتى هي صحافة وطبقوا عليها نفس القواعد بما أنه كاين واحد الجد عالمي كيقولوا الصحافة يمكن تدخلوا للحبس قالوا صافي ما قدرش ندخلوا للحبس بما أنهم مغاربة شوش طماع ونبدا نضربوا يماهم بالغرامة وبالفلوس تنكشفوهم أي صحفي كيهزر الراس كيضربوها بالفلوس مشات لواحد الوقيته وما عجبتوش علاش ما عجبتوش لانك كثرت الهضره كثرت الهضره في واحد الدرجه انه في المحاكم كاين واحد القاضي مختص صغر في القضيه ديال الصحافه القضيه ديال الصحافه وكل مره اللي كيحكم على شي واحد كتنوض شي ضجه عالميه وكتجيب لها المتحده كتغوت حيدوا الحبس
غرامه كل مره اللي غادي نمشيو نفذوها كاين مشاكل كنهضروا حنا غادي نشوفوا الصحافه ونسقوا مع القانون الجنائي حنا نصدوا راسنا مع توفيق بن عشرين شنو واش عندنا شي تصويره ديال راسو فوق شي مرا ونقولوا اتجاه في البشر وزيد تفكر في الحبس باش 12 سنه تدينا هذا سميتو عبد الصادق بشتاوي انتم شفتوا كيفاش دارت القضيه عبد الحميد المهداوي في مساله هذه هل البشتاوي انتم عطيتوا لوجو السياسي في فرنسا فرنسا البارح علاش هو كتب تدوينات كيشجع الحراك ديال الريف الحراك اللي ماشي انفصالي انا ريفي شوف حنا ماشي انفصالي هنا ريف ما مربيش نعيشوا بواحد السنة شكون بنقول لكم مزيان الريف المخير فينا ديال الحسيمه كيحلم يتزوج فاسيه تطرش راسك ما عندناش فيصالية وهذوك ديال الناظور والله العظيم وهذوك اللي جاي تطوان وطنجة هذوك ديال من تحت ديال حدا باب الريف وديك الشيء اللي كيتجاوروا مع عماره وديك الشيء هذوك كيحلموا يكون عندهم باسبور الماني او بلجيكي الامور حسيمان انا نعطيكم كاريكاتور حسيمان كانوا كيجيبوا ديك القبائل ديال الريف والعيالات كيزرتهم اللي كيجي يسنى الله ينزرو يدشن شي مستشفى في امزورين حدا الحسيمه كتجي فرحانه كتشوف الملك من بعيد كيدير هكا فواحد المدرخات يقولوا شنو يقول لك انت فين ضربوا سيدنا وتما غادي يبنيو سبيطار دي معتبره وكتمشي الغيه فرحانه مع راسها شفت الملك والملك مسؤولات النبي وشفيه راه بحال اللي شفت النبي راضي يعطف عليا كتمشي فرحانه كيدوز عام عام ونص كيعيطوا لك يقول لك سيدنا غادي تشن كتقول كيمشي كيتشن سبيطار في امزورن كيضرب في الحجره كتقول ويلي هاد الصغيرة شفتها لا ماشي هكا كتمشي تا هو كتمشي بحال النص فرحانة كتدو ثلاث سنين كيجيبوها باش تيدش في نفس البلاصة نفس المستشفى باش بغيتو تقول لها المرأة هادي كتقول لها سيدنا هادو راه شفارة وهادشي راه والو صحيح انت ما بقاش ديك الحجرة ما كيتبنى والو ديك ما فلوس سرقوهم صافي داكشي اللي بقى في الريف إلى الآن اليوم أنا زيان كنقول لكم ما كاينش المستشفى ديال السرطان في الحسيمه راه حرام الطلاق ما بين الحسيمه وفاس باش تمشي تزوج مع راسي ما كاينش الى يومنا هذا واه يا سيدنا ما تشبهي معها واه هي اللي غتقول لك ما كاين والو ومن الخروج ديال الخلق قلت لي انفصالي هذا الحماق ما دي الحقيقه يا اخوان ما كاينش حد كيكذب عليكم بالك يجي شي واحد يكذب عليكم هذه راه ما كايناش وكان هاد ديال الحسن الثاني نقولوا الريافه مجال في مخبينا ديال 1958 لانه غير مع ولي العهد كان اللي غادي يرجع هو الحسن الثاني من بعد 53 كان قدس الريافه ما كذا وكذا امكان اما مع محمد السادس ما كايناش هادي راه ما كايناش تماما كاين تصفط والناس قالت لك ما تصفقوا وابقى حياتنا كنا كنتو تصفطوا الراجل باش يصرح ما يمكنش ما يمكنش تكون كلاش تبشى واللي عوره واللي دار هادشي هي الانترنت هو التواصل هو الفيسبوك هو التصدع ديال اليوتيوب هو هادشي شحال من سميات القبيله راه اخ عندنا شي 5 ولا 6 انا كاع ما كنعرفو باش عارف لا ولكن عندي واحد البنت باقا ما خلقت كتعرفو نقول اما هذيك اللي خلقات هذيك تلعب لكم كيما بغيت هذيك باقا ما خلقت كتعرف واش نقول لكم هذه الدنيا هادو المغاربه ديال اليوم يديروا القانون اللي يبغى والله اللي سوى زبالة القرار كيخبروا وما كايش تاكل خدم اللي درت انا في الاخر المطار واذا صدعتي لي راسي وغادي نمشي لسبانيا ونفرس وندير موقع من الميريكان ندير موقع في المغرب واحد كيقول العربي في الميريكان غادي نخبلها في المواقع ديالو شي سهلة انا كنقول للحكومة وفرقوا الحكومة كنقولها للموحد اعطيكم القلبة كشي راه سالا هذا راه عالم واحد اخر اسيرو نيشان الله عطانا هاد الوسائل باش نربيك وتمشيو نيشان كان كيبغي تفرق يدك من عندك شي واحد شي كوميسيون ولا بنا لك الفيلا من اللي كون غادي يبني شي مستشفى ولا شي دقيق خليك تبر على راسك شي خرجه ديال البرسنان غادي يمكن تدوز شي حاجه اخرى راه ما بقاتش في العالم وما تبقاش وداك انا اليوم في المغرب راه غادي نبسط عليها اخر ادوين فدينا دابا كنفتشو فيسبوك بلي شي واحد كيعبر على شي حاجه كنضيو هاد الحاجه
داروا بحال المرأة في كل شيء درته. المهم كاينين بزاف اخا عطيكم لائحه ديال عباد الله، عطيكم حميد المهداوي، عندكم البشتاوي، عندكم فرصه للعداله، هذوك اللي كتبوا جام على ذكر تركي واحد قتلوا شي سفير روسي وقالوا جام لان روسيا كانت قنبلت سوريا وضر لهم بعض الناس، ديك الفخزه كتقول فاش تفكر شكرا لانه فعلا كتشوف ما عندك جهد. ودابا هذه المصيبه، دابا اذا جات روسيا قبلت سوريا ولا جات هنا خاص ما تقولش وقع شي روسي شي حاجه باك تفرح تفرح تمشي للحبس. ما عرفتش نفس هذه راه ما عرفتش ماشي معقوله. عندو ديك مرتضى مسكين ابراهيم غرسن هذاك دار تدوينه بون داروا له الارهاب. هما هو ماشي بهذه البساطه اللي انا كنحكي لكم، هما كيطرزوها انت كيطرزوها مزيان. دابا هذاك البشتاوي شنو بقاو كيتسناو حتى واحد النهار جابوا شي جثه ديال شي واحد مات وقالوا راه هو مات لانه سيبوا ديك البومب لاكريموجين ديك الشيء ديال البومب لاكريموجين ديال ديك كيفاش العربيه؟ هذيك وسيله الدموع وسيله الدموع وطاح وضرب راسه مع الرصيف ديال الارض مشاو للسبيطار جابوا الشهاده سي مقتل بالسلاح. هذا ما تقدرش بوم 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 اي دوله في اي دوله حتى في اسرائيل كتخد هذوك اللي كانوا عندهم السلاح وكتشوفوا الكرطاس وشكون اللي كيخسر الكرطاس وكتمشي وكتدوزوا للمحكمه. ما تعطيش 20 عام، ما تعطي 5 سنين ديال الحبس، ومن بعد عامين كتطلقوا لك سنين ولا باقا تربى ما يبقاش يقتلوا فينا. ماشي ناموس، ماشي شي حاجه كتوقع، ولكني ماشي غير هذاك اللي قتلني ما تعاقبوش وانا واذا فضحتهم تديني للحبس. وهذه وقعت كذلك مع ديك السيده اللي في الناظور البحاره قتلوها واحد الحياه. ومن بعد كان واحد السيد لانه تكلم عليها ولا كانت عندها شي تزويره ديالها ولا شي حاجه داوها للحبس، داوها عامين ديال الحبس.